مرحبا بكم أيها الإخوان في قناة كويرية مشاهير في الذاكرة، في إطار سلسلة حلقات من في الصورة. كنقدم لكم هذه الصورة هذه، وأكيد الرياضية المغاربة غادي يتعرفوا على هذه النجوم بكل سهولة. في الصورة من اليمين أو من اليسار إلى اليمين، المدافع الحريري الأنيق مصطفى البياز شافه الله. في الوسط حمودة محمد التيمومي شافه الله كذلك. وفي أقصى اليمين عبد السلام الغريسي. ثلاثة الجواهر من المنتخب الوطني المغربي في الثمانينات اللي عطوا الشيء الكثير للمنتخب الوطني المغربي والكرة المغربية. المدافع المشاكس الصارم مصطفى البياز اللي لعب صفوف جمعية تازة، النهضة البركانية، الرجاء البيضاوي، الكوكب المراكشي وجمعية الحليب البيضاوية. البياز اللي تعرف بالدفاع الصارم، وكذلك محمد تيمومي اللي لطالما أمتعنا بيسره الساحرة، وكذلك عبد السلام الغريسي اللي كان أول لاعب مغربي خرج هذه الطريقة ديال الكروشاج للمدافعين. ولعل الأفارقة عانوا كثير من اللي كان كيلتقيوا مع فريق الجيش الملكي والمنتخب الوطني المغربي. وكما كيحكي الغريسي بأن واحد المرة دار شي كروشاج إفريقي وما عرفش وقع عليه في ظهره وداوه للمستشفى. في الصورة كنتمناو الشفاء لمصطفى البياز ومحمد التيمومي الجوهرة المغربية. وهنا صورة لعبد الكريم الحضريوي، أحسن مدافع أيسر من بعد عبد المجيد المريس. عبد الكريم الحضريوي اللي كان في الجيش فريق الجيش الملكي والمنتخب الوطني المغربي، وهو اللي كان وراء التمريرتين الحاسمتين لأهله المنتخب الوطني المغربي سنة 1994 وسنة 1998. التمريرة الأولى كان مررها اللاعب الغريسي سنة 1974-94 وبها تأهل المنتخب الوطني المغربي إلى مونديال أمريكا، والثانية كان مررها بنفس الطريقة اللاعب النهضة الصطاتية خالد راغيب وبها تأهل المنتخب الوطني المغربي لمونديال فرنسا سنة 1998. وحنا كندرجوا هذه الصور هذه للأجيال الحالية اللي ما عاشت هذه الأجيال هذو. وهذه الصورة الأخرى ديال عبد السلام الغريسي، الإطار واللاعب السابق لفريق الجيش الملكي والمنتخب الوطني المغربي. وكنتمنوا مسيرة موفقة لهذ اللاعبين وخصوص اللاعب الغريسي في ميدان التدريب.